بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 87. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من باب صلاة التطوع قال: باب قراءة القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب قراءة القرآن، أي الكيفية التي يقرأ بها القرآن الكريم، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. نعم. قال: ولهما عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. نعم. هذا الحديث فيه أن الحائض لا تصلي حتى تطهر وتغتسل، ولكن لا مانع أن زوجها يعاشرها بغير الجماع، بأن ينام معها، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في حجر عائشة وهي حائض، فدل على أن ملامسة الحائض ونوم زوجها معها أن هذا مباح ولا يضر، إنما الممنوع هو الجماع في الفرج. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض يعني في مخرج الحيض، وأما بقية جسم الزوجة فلزوجها أن يستمتع بها ولا حرج في ذلك. نعم. ولهما عن عبد الله قال: له رجل إني لأقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله هذا كهذ الشعر: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. نعم. هذا فيه الحث على ترتيل القرآن وإعطاء التلاوة حقها من التأمل والتدبر وهو يقرأ، الوقوف عند آيات الرحمة والسؤال، الوقوف عند آيات العذاب والاستعاذة. فهذه صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة السلف. ولا يهذ الإمام القرآن هذا كهذ الشعر، ولا ينثره نثرا كنثر الدقل يعني التمر، بل إنه يتلوه تلاوة مجودة مرتلة من غير مبالغة. نعم. وفي حديث حذيفة: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هكذا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ بتدبر، إذا مر بآية تخويف استعاذ، إذا مر بآية رحمة سأل الله عز وجل، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هل يختص التسبيح والسؤال بالقارئ أم للمأموم أن يسأل ويستعيذ إذا كان وراء الإمام؟ نعم، ولكن لا يجهر بذلك، يشوش على من
على الإمام وعلى من بجانبه، وإنما يقول هذا بحيث يسمع نفسه فقط. نعم. أحسن الله عليكم. في الفريضة والنافلة على حد سواء. نعم. وفي البخاري كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. نعم، هذا فيه أن الذي يقرأ القرآن لا ينبغي له أن يتكلم بكلام غير القرآن لئلا ينشغل عن القرآن الكريم، فلا يخلط بين الكلام وبين تلاوة القرآن، حتى من دخل وجاء لا يسلم على من يقرأ لأنه مشغول بالقراءة. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فيه فضل قراءة القرآن، أن كل حرف منه بعشر حسنات، الحرف الواحد بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، والحروف المقطعة كذلك، هي من الحروف التي يؤجر على تلاوتها، فألف لام ميم ثلاثة حروف، ألف لام ميم، كل حرف منها له عشر حسنات. هذا فضل عظيم في تلاوة هذا القرآن المبارك. نعم. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. نعم، هذا فيه فضل تلاوة القرآن، وفيه فضل الترتيل، والترتيل معناه أنه يقرأ مترسلا في القراءة، لا يهذه هذا كهذ الشعر، ولا ينثره نثرا، وإنما يقرأه قراءة مجودة مرتلة، بحيث يتأنى في القراءة ويتدبر. ومن قرأ القرآن وهو على هذه الصفة يتدبر ويرتل، فإنه يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففيه سعة الجنة، وأن القارئ يرقى في قراءته بحسب آيات القرآن التي يقرأها. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح استدلال من قال بهذا الحديث أن درجات الجنة على عدد آيات القرآن؟ لا دليل في ذلك، لكن قارئ القرآن يعطى من الدرجات بقدر آيات القرآن التي يقرأها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن أبي سعيد مرفوعا يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. نعم، من شغله، يقول صلى الله عليه وسلم: من شغله القرآن، يروي عن ربه، يقول الله جل وعلا: من شغله القرآن عن ذكري أعطيته القرآن وذكري الذاكرين، لأن القرآن ذكر، ذكر الحكيم، فهو ذكر، فإذا قرأ القرآن واقتصر على تلاوة القرآن عن ذكر الله، المسألة عن ذكر الله عز وجل وبالتسبيح والتهليل والتكبير وعن الدعاء، المسألة يعني الدعاء، وعن الدعاء، فإن الله يعطيه أجر الذكر وأجر السؤال. نعم. ولهما عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. نعم،
من جملة قراء الصحابة المشهورين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءته بابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه القرآن والرسول يستمع إليه، فقال عبد الله بن مسعود: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. نعم. وكان عمر يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ عنده. نعم. ومن جملة الصحابة المشهورين بتلاوة القرآن هذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، وكان الله قد أعطاه صوتا حسنا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ، كان يستمع لقراءته وهو يصلي بالليل ويقول له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. ففيه في هذا الحديث دليل على تحسين الصوت بالقرآن، وفيه دليل على الاستماع للقارئ حسن الصوت، لأنه يؤثر أكثر مما يؤثر غيره في المستمع. نعم. وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب فأرسل إليه فنهاه فانتهى. قال إبراهيم: كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حدرا ترسالا بحزن. نعم، قراءة القرآن حدر، يعني بسرعة غير مخلة، سرعة غير مخلة، حدر، قراءة الحدر. وأما قراءة ما يسمونه بالتجويد أو تمديد فهذا مبالغة، وتذهب معه حلاوة القرآن. نعم. ولهما عن أبي موسى مرفوعا: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. نعم، الأشعريين جماعة من أهل اليمن، من قبيلة الأشعر اليمن، وهم من ذرية أبي موسى الأشعري، وكانوا أعطاهم الله حسن الصوت، وكانت تعرف بيوتهم من قراءتهم وحسن أصواتهم. ففيه الترغيب بتحسين الصوت في القرآن، وفيه الترغيب بالاستماع للقارئ حسن الصوت. نعم. وعن عقبة بن عامر مرفوعة: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. نعم، في الفضل، فالجاهر بالقرآن مثل الجاهر بالصدقة، يعني المظهر للصدقة علانية، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والله جل وعلا قال: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. نعم. وعن أبي العالية قال: كنت جالسا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: قرأت الليلة كذا، فقالوا: هذا حظك منه. نعم، إذا أخبر الإنسان عن قراءته فإنه يكون فيه رياء، فيذهب أجره، يقول: هذا حظك منه، يعني من قراءتك أنك أخذت حظك في مدح الناس لك والثناء عليك لما ذكرت لهم فعلك. نعم. وعن البراء
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. ففيه فضيلة أن الإنسان يزين التلاوة ويرتلها ويحسن صوته بها، لأن هذا أعظم للأجر، ولأن هذا أشد تأثيراً على المستمع. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس من مجالسنا ودروسنا في شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذا الشرح والبيان. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه للمجلس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.